يا قليم. ايه شفت شطان على الصبح؟ فين المكسور؟ بعدين. بعدين ايه؟ يا اختي يا اختي ما شاء الله، مين الموزة اللي عندك دي؟ ما اقولك ايه؟ انا صبرالك بقالي 3 شهور ما نطقتش وما اتكلمتش، ان ما توصل للوضع ده مش عندنا، احنا ناس اشراف والعمارة دي كلها عائلات ناس محترمين، انت فاهم؟ دي مراتي. مراتك؟ خلاص خليها مراتك مفيش مشكلة. ايه بقى اللي يثبت انها مراتك؟ افتح الباب. هجيب لك الورق. ورق مين اللي جابهولي؟ افتح الباب. هجيب لك الورق بكره. خلاص بقى خلاص روحي بقى. تجيب الورق؟ هو انت لاقي تاكل عشان تروح تتجوز؟ ده انت خنقتني يا جدع. اوف، ده الصباح الزفت ده.